موجز السادسة من أون لايف، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة التشريعات المنظمة للسياحة وتحديثها خلال مدة أقصاها منتصف العام الجاري. وخلال اجتماع المجلس الأعلى للسياحة أكد السيسي أهمية توسيع أجندة البرامج السياحية لتشمل أسوان، الأقصر والغردقة، وزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية وإنشاء وحدات سكنية للعاملين في القطاع بجنوب سيناء. أجلت محكمة القضاء الإداري النظر في الطعن على موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وذلك لجلسة 21 من مارس المقبل. ووصفت الدعوى قرار إحالة الاتفاقية للتصويت عليها بأنه يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة بهذا الشأن. انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانون شرعنة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، واعتبره تحديا صارخا للمجتمع الدولي. تصريحات عباس جاءت عقب لقائه نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، والذي دعا من جانبه الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء العمل بالقانون وتجنب نسف عملية السلام وحل الدولتين. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أدان إقرار الكنيسة الإسرائيلية قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية، وأكد أن القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويجسد موقفها المعادي للسلام، كما وصفه بأنه غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين. وصف الرئيس السوري بشار الأسد منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولوية لقتال التنظيمات المتشددة بأنه خطوة إيجابية. وفيما يتعلق بمحادثات أستانا، اعتبر الأسد أن نجاحها يتوقف على إيقاف تدفق الإرهابيين إلى سوريا وقطع الدعم الخارجي عنهم وجعل الحوار بين السوريين فقط. ختاما للموجز، شكرا لكم.